هنتكلم النهاردة على الموضوع الثاني في الفلسفة لسنة تانية ثانوي، وهو العلاقة بين الفلسفة والعلم والدين. عندنا أول حاجة فلسفة والدين، الفرق بين الفلسفة والدين. قال لك الخبرتين الدينية والفلسفية قديم قدم الإنسان، يعني الدين والفلسفة الاثنين قديمتين قدم الإنسان، بس الإنسان في الوقت ده ما كانش عارف يفصل ما بينهم، لحد ما جه أرسطو وقال لنا ووضع لنا أول تمييز بين البحث الفلسفي والبحث العلمي، البحث الفلسفي والبحث العلمي. إنما الصعيد الديني أو الناحية الدينية الشرائع السماوية هي اللي جت حسمت الموضوع وجاوبت على كل التساؤلات، زي ما جدوى الفلسفة في وجود الدين. فلسفة الإسلام بقى قال لك لا يوجد تعارض بين الدين والفلسفة، لأن الحق لا يضاد الحق، الحق لا يضاد بالحق. الفلسفة والدين الاثنين يلتقيان في موضوعات معينة زي أصل العالم وطبيعة الإنسان وطبيعة القلوب. عندنا أول حاجة الفرق بين الفلسفة والدين، وده يكمن في مقارنة كده بسيطة عاملينها بين الفلسفة والدين. أول حاجة وجه الفرق، الموضوع إيه، موضوع الفلسفة وإيه موضوع الدين. قال لك الفلسفة تهتم بقضايا الإنسان المعرفية والجمالية والبيئية، قال لك فالحقيقة الفلسفية حقيقة نسبية يعني متغيرة، كل إنسان بيشوفها من وجهة نظره بسبب طبيعة الموضوع، كيفية التقرب إليه بالعبادات، كل واحد له معتقداته. طبعا الاختلاف في الرأي حول أي موضوع، ما فيش حد بيجتمع على موضوع واحد. إنما الدين قال الحقيقة في الدين مطلقة بسبب ان مصدرها سماوي بتيجي من عند ربنا، فما فيش فيها شك. وموضوع الدين قال لك علاقة الانسان بالله، علاقة الانسان بايه؟ بالله. ثاني حاجة المنهج، قال لك اعتمد الفلسفة اعتمدت على عقل الانسان، تأملاته، افكاره ايه، الحجج العقلية، الادلة العقلية المقنعة كلها بتيجي بالعقل، عشان كده بيقول العقل يحتل مكان الصدارة. إنما الدين قال لك قبول وتسليم الحقائق لأنها تأتي من عند قلنا حقيقة مطلقة، يبقى لازم نصدقها زي ما هي، لا تقبل التجزئة، لا تقبل الإيه؟ التجزئة. الغاية الهدف من الفلسفة والدين الاثنين ليهم هدف مشترك وهو إدراك الحقيقة، ده هدف الدين والفلسفة. عندي بعد كده التوفيق بين الدين والفلسفة. أول حاجة قال لك العلاقة بين الفلسفة والدين مش صراع، ليست صراع، فبالعكس قال لك الفلسفة تقوي الإيمان، الفلسفة تقوي الإيه؟ الإيمان، لأن الاثنين الفلسفة والدين في الاثنين عايزين نفس الغاية، عايزين الحقيقة وتحقيق السعادة، هدفهم تحقيق السعادة. عشان كده الفلسفة والدين الاثنين جوهرهم معرفة صانع العالم، عشان كده لا يجوز للإنسان إنه يعطل العقل، لأن في آيات كتير سماوية حست الإنسان على استخدام عقله، والقرآن طلب بالاعتماد على الحجج المنطقية زي الآية اللي بتقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الأمثلة بقى اللي وفقت بين الفلسفة والدين كان ابن رشد، الفيلسوف ابن رشد أو الداعية ابن رشد، قال لك ده دافع عن الفلسفة وقال إن الفلسفة مش ضد الدين، كتاب اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، الحكمة اللي هي الفلسفة والشريعة اللي هي الدين. ابن رشد شايف ان الاثنين الدين والفلسفة هدفهم الحقيقة زي ما قلنا، والاثنين بيحسوا الانسان على التفكير بالعقل، التفكير بالايه؟ بالعقل، مفيش بينهم تعارض على الاطلاق. عندي بعد كده الفلسفة والعلم، الفلسفة والايه؟ والعلم. قال لك الانسان الفلسفه والعلم الاثنين ليهم اهميه خاصه في حياه الانسان، لان حياه الانسان مش هتبقى ممكنه غير لما يستخدم عقله في الاجوبه على السؤالات اللي بتدور جواه، وانه يوصل لحلول عمليه سريعه للمشكلات. الفرق ما بينهم، قال لي موضوع الفلسفه كلي معنوي مجرد، تتكلم عن كل حاجه،
أشياء معنوية مجردة داخلية داخل الإنسان نفسه، إنما العلم جزء حسي مادي، بيتكلم عن حاجات محسوسة، ظواهر، حاجات شايفها وحاسسها. المنهج بتاع الفلسفة عقلي تأملي تحليلي، بتعتمد على العقل، إنما العلم منهج تجريبي، يبقى فيه ملاحظة وفروض وتجربة لحد ما يوصل للقانون العلمي. الغاية تبحث عن العلل البعيدة، ما وراء الطبيعة، الأسباب الغير مباشرة، إنما العلم علل قريبة، أسباب مباشرة. عشان كده بنقول إن الفلسفة دايما ذاتية. ذاتية يعني كل شخص يقول من وجهة نظره، تصطبغ بالصبغة الإنسانية، تعتمد على الإنسان نفسه، يقول من وجهة نظره، معتقداته، ميوله، اتجاهاته. إنما العلم موضوعي، بيبعد عن أي تأثير جانبي للإنسان، أي تأثير عاطفي، بهتم بالموضوع بس عشان أوصل للقانون. التكامل بينهم، الفلسفة والعلم بيكملوا بعض إزاي؟ قال الفلسفة والعلم الاتنين بيستفيدوا من بعض. في فلاسفة نجحت من خلال تأملاتهم العقلية إن هم يسبقوا العلماء، زي نظرية هيركليدس وطاليس عن الكون، زي ما قالوا إن الكون ده أصله المية، وأهم حاجة فيه إن المية والماء أخف الذرات. قال الفلسفة والعلم سيظلان دائما مصدرين أساسيين للمعرفة، الاتنين مصدرين للمعرفة، بس واحد عن طريق العقل، واحد عن طريق التجارب. عشان كده القوانين بتلاقي لا خلاف عليها بين العلماء، مفيش خلاف، انما الفلسفه بيبقى في مواضيع فيها الرد والقبول، وكل واحد يقول رايه. قال لك زي الرياضه، الرياضه بتتعامل مع الاعداد، لكن ما تقدرش تقول لي ماهيه الاعداد، تقول لي ايه هي الاعداد. زي الفيزياء، الفيزياء بتحل مشكلات الزمن، لكن ما تقدرش تعرف ماهيه الزمن. عشان كده بنقول العلم يبحث عن الاسباب المباشره او العلل القريبه، والفلسفة تبحث عن العلل البعيدة اللي هي ما وراء الطبيعة. القول بأن الفلسفة تناقض العلم هو قول خاطئ، فهناك في تكامل بين العلم والفلسفة. الفلسفة مش بديلة عن العلم، ولا العلم بينافس الفلسفة. كل من الفلسفة والعلم يدرس العالم والحياة، بس الفلسفة بتدرس الجانب المعنوي، والعلم بيدرس الجانب المادي.